من إحباط عملية لتهريب المخدرات، حيث تم حجز 2300 كيلوغرام من مخدر الشيرة بالقرب من شاطئ سيدي عبد السلام. فلنشك العلوي، محمد علي زريوح وعز الدين أبو الجيوش. الصور هي لطنين و300 كيلوغرام من مخدر الشيرة تم حجزها اليوم على مستوى مصب واد مرتيل بالقرب من شاطئ سيدي عبد السلام من طرف عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بتطوان بمساندة القوات المساعدة بالمنطقة. تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لقيادة الجهوية بتطوان بمؤازرة عناصر القوات المساعدة حوالي الساعة 3 صباحة هذا اليوم من إحباط عملية تهريب الدولي للمخدرات وحجز كمية تقدر بطنين و300 كيلوغرام. هذه العملية أسفرت أيضا عن حجز قارب مطاطي بمحركين وكمية مهمة من الوقود إلى جانب توقيف شخص واحد. في إطار هذه العملية تم توقيف شخص واحد وحجز قارب مطاطي مدعم بمحركين وكمية مهمة من الوقود. البحث جاريا تحت إشراف النيابة العامة قصد إلقاء القبض على باقي عناصر الشبكة. هي إذن عملية تهريب دولي للمخدرات تفلح يقظة رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة في إحباطها في إطار المجهودات المبذولة للقضاء على التهريب بمختلف أنواعه. في المجال الحقوقي، الدورة